البريكزيت يطيح البرلمان بعد عجز أعضائه عن الوصول إلى حل بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. فبعد محاولات متعثرة لرئيس الوزراء للتعجيل في الانتخابات، نجح أخيرا في محاولته الرابعة في إقناع النواب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لكنه في المقابل قدم تنازلات للمعارضة حيث تعهد بعدم طرح قانون البريكزيت قبل موعد الانتخابات. لم يعد أمامنا من خيار للخروج من هذا المأزق سوى الاحتكام إلى الناخبين، وذلك من أجل الوصول إلى برلمان أكثر نشاطا وتفويض جديد من أجل تحقيق ما صوت لأجله الشعب، ألا وهو إنجاز صفقة بريكزيت. زعيم المعارضة جيرمي كوربين أثبت أنه رجل المواقف السياسية عندما تمسك بمطالبه السياسية قبل إعطاء الموافقة على تنظيم الانتخابات العامة. فرئيس الوزراء لبى شرطه الأساسي باستبعاد خيار بريكزيت من دون اتفاق على الطاولة. لقد حصلنا الآن على تمديد للبريكزيت حتى 31 من شهر يناير المقبل، وبذلك فأن شرطنا بعدم التوجه لبريكزيت من دون اتفاق في الأشهر الثلاثة المقبلة يكون قد تحقق، وسنطلق الآن حملة غير مسبوقة للتغيير الحقيقي في بلدنا. الحزب الليبرالي الديمقراطي والقومي الاسكتلندي لم تكن الكفة في البرلمان لصالحهما بعد فشلهما في إدراج تعديل يضمن حق اقتراع الشباب الذين بلغوا 16 عاما، فضلا عن مشاركة مواطني الاتحاد الأوروبي في الانتخابات العامة. تقدمنا بمقترح لإجراء الانتخابات في 9 شهر ديسمبر المقبل شرط عدم تمرير صفقة البريكزيت قبل موعد الانتخابات. سنخوض الانتخابات على قاعدة البقاء في الاتحاد ونشجع الناخبين على اختيارنا لوقف البريكزيت. حزب المحافظين لا يزال يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، لكن تخلي جونسون عن شعاره بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي أضر بمصداقيته بين الناخبين. أما حزب العمال فيتصدر المركز الثاني بسبب الانقسامات الداخلية حول الأولويات بين الاستفتاء الثاني والانتخابات، فيما التوقعات تتجه إلى فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بالمزيد من المقاعد بسبب مواقفه المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. أما الحزب القومي الاسكتلندي فيتجه إلى الهيمنة على جميع المقاعد الاسكتلندية في مجلس العموم. من الواضح جدا أن البريكزيت سيتصدر الأجندة الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية، وستكشف صناديق الاقتراع حقيقة المزاج الشعبي حول مسألة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. مستصر لندن، الميادين.